في الدقيقة 47 من شوط المباراة الأول، شوط المباراة الثاني ها هو يبدأ أمامنا الآن، وبهجمة هلالية تسديد، الله يا الله يا سادومبا يفعلها الساسة ويأتي بالهدف الأول، ويأتي الرد الهلالي مباشرة، يأتي الرد الهلالي مباشرة، هدف عن طريق إدواردو سادومبا، هدف يهز درمان بأكملها، هذه لا تصد وتترد يا السد العالي. نزار حامد رجه مسج لسادومبا، قال له يا راجل عيد تأخرنا، فسددها سادومبا ورد التحية بهدف في سقف المرمى. صعبة صعبة يا حضري، وإن حضر الحضري فصعبة الكرة الماضية. يبدأ قاسي الهلال ويبدأ مندفع للأمام في شوط المباراة الثاني. يا دوب يا جماعة بنتكلم عن كلتشي وهدفه في المريخ، إلا وأتى إدواردو سادومبا سيأتي بهدف الهلال. واحد واحد، الزعيم واحد، سيد البلد كما يحلو التلقيب واحد، ولا فريق أفضل من الآخر من ناحية النتيجة حتى الآن. عزيز للتذكير فقط، فإن في شوط المباراة الأول هناك حالة طرد كانت على لاعب المريخ بدر الدين قلق. تشكيلة الفريقين نذكر بالتشكيلة، سادومبا لم يعطينا فرصة حتى على ذكر التشكيلة بهدف.